الو، السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان الأخوات، صباح الخير. اسمحوا لي على هذا اللايف هذا اللي كندير في هذا الوقت المبكر، ولكن ما عنديش الوقت. وصراحة هذا الموضوع خصني نهضر فيه، وخصني نحضر خوتي المغاربة من هذه المسألة هذه، لأن للأسف المغاربة في بالي أنهم باقين بزاف، ما واخدينش هاد المسائل هاد او سيريو، وحتى تتوقع شي فضيحه ولا شي مصيبه عاد تنبداو او ويلي مهمتي ما كانش عليا ندير هاد الشيء، ما كانش عليا هذا. وللاسف الشديد حضرت مجموعه من البرامج الاذاعيه اللي هضرت فيها، والتلفزيونيه كذلك اللي هضرت فيها على خطوره هاد المساله هذه، ولكن مع الله يهدينا بنادم ما كيسمعش ولا ما المعلومه ما كتوصلش، ما فهمتش فين كاين المشكل. ولهذا غادي نعاود نقول هذه الهضره. والله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير الخوت، لما حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الموضوع هذا، لانه مهم جدا وخاص كاع المغاربه يعرفوه، خاص كاع المغاربه يعرفوا هذا الشيء. صراحه دوزت واحد الويكاند مزيان، مشيت المرزوقه ارتحيت، ولكن ملي شفت ديك الحاله، ديك الطفله المسكينه، وهذا الشيء غيحس به اكثر الناس اللي والدين. انك كتشوف كبتك صاحبي كتحرق قدامك، راه شي حاجه اللي راه ما يمكنش صاحبي، راه ما يمكن صراحه. خسر عليا داك الويكاند، وخسر عليا كاع داك الوقت الزوين اللي دوز. داكشي علاش انا قلت خاصني ندير هذا الفيديو هذا، وخاصني نحضر المغاربه قبل، يعني واخا ما عنديش الوقت اليوم، واخا غير هذا الصباح هذا. ونتمنى ان شاء الله انه هذا الشيء اللي غادي نقول يوصل بزاف ديال الناس. خوت الله يجازيكم بخير، المغاربه الله يرحم لكم الوالدين. سمعوني هذا الشيء اللي كنقول لكم، وسمعوني وديروا به، ماشي تسمعني وما ديرش به، سمعني ودير به. الخوت الله يرحم لكم الوالدين، راه كاينه واحد القنبله موقوته كتمشيو تشريوها وكتحطوها في داركم، وهي داك الشارجور ولا ديك الرالونج. واش كتعرفوا واش كديروا ولا ما كتعرفوش اش كديروا؟ راه الشارجور ولا الرالونج، راه ما كنشريش اي شارجور وما كنشريش اي رالونج نحطها في داري. راه ماشي حيت الشار، راه ما كاينش شارجور ب 260 ريال، وما كاينش شارجور ب 6 دراهم، وما كاينش شارجور ب 4 دراهم، وما كايناش رالونج ب 10 دراهم. كتمشي يا صاحبي كتشري رالونج ولا شارجور ب 10 دراهم وكتحطها عندك في دارك، واش انت حمق؟ راه كاينه شي حاجه سميتها جوده التصنيع. واش انت تيسحب وملي كيشي وملي كتمشي مثلا كتسركل في شي متجر وكتلقى الرالونج صاحبي ب 3000 ريال ولا ب 4000 ريال، كتزيد تضحك تيسحب تتقول راه تيقول بوني تيبيعوا هاد الشيء بالغلا. راه ما كايناش هاد الشيء تيبيعوه بالغلا، راه كاينه شي حاجه سميتها جوده التصنيع. راه هادوك لي شارجور اللي كيدخلوا للمغرب للاسف الشديد، راه واحد النسبه كبيره منهم ما كيتمش المراقبه ديال الجوده ديالها هنا في المغرب، وهنا كنحمل المسؤوليه للديوانه. راه دابا مثلا هاد الشارجور اللي كنشري اللي كتشري انت كيكونوا فيه هاد العلامات، راه ماشي مديورين غير هكاك، هادي بحال هادي تنهضر على بحال هاد السي او. راه هاد الشيء راه ما كيمديورش غير هكا، هادو راه سو سون دي سيرتيفيكا تيتسماو سيرتيفيكيت اوف كومبلاينس. واش هاد المنتوج هذا عنده واحد الكومبلاينس باش انه يتباع في واحد البلاد ولا في واحد القاره معينه؟ هذا ما يمكنش يتباع مثلا في اوروبا، هذا ما يمكنش يتباع في اوروبا. علاش؟ لانه ما عندوش واحد السيرتيفيكا باش يتباع في اوروبا. المشكله انه حنا في المغرب كنقبلوا اي حاجه كيجي هذا يتباع هنا. علاش هذا يتباع هنا؟ هذا ما خصوش يتباع هنايا، هذا خاص هنا قبل ما يتباع خاص 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 المختبرات هنا في المغرب يقلبوه. اسيدي بيع شراي جمال مدخل هذا الزمر هذا قبل ما يدخل المغرب، خاصو يتقلب، خاصو يدخل للمختبر. راه الا ما دخلش هذا للمختبر تعطاتو سيرتيفيكا هنا في المغرب باش يتباع، ما يتباعش هذا الزمر هذا. حيت هذا الزمر هذا ملي هذا تيخرج على الارواح. واش عرفتوا شحال ديال الديور كيتحرقوا في المغرب بسبب هذا الزمر هذا؟ واش عرفتوا شحال ديال الناس كتموت بسبب هاد لي شارجور؟ والله يجازيكم بخير المغاربه. ما تمشيش يا صاحبي تشري شارجور ولا رالونج ب 10 دراهم ولا ب 20 درهم، ما تمشي تشريها. سير اخويا شري من المحلات التجاريه الكبرى، خسر لك الشارجور ديال التليفون ديالك سامسونج ولا انفينيكس ولا اوبو ولا
التليفون اللي عندك ما بقاش عندك الشارجور ديالو، سير شريه من الشركه، حيت الا ما شريتيهش من الشركه غادي تصدق صاحبي على ود 100 درهم تصدق حارق دارك. راه ماشي راه القفوزيه ماشي انك تمشي تشري شارجور ب 10 دراهم، راه ماشي قفوزيه هذيك. الله يجازيكم بخير الخوت. شارجور نمشي نشري اخويا الشارجور اوريجينال، وما تمشيش اخويا عند البياع شريا قول لي عافاك اعطيني شارجور اوريجينال. شارجور اوريجينال ما كيتباعش للاسف في المتاجر الصغرى، ما كاينش شارجور اوريجينال. انا تنقولها لكم وتنتحمل المسؤوليه ديالها. شارجور اوريجينال سير اخويا المحلات التجاريه الكبرى. الى مثلا سامسونج تحرق لك سامسونج خسر لك سامسونج، سير عند سامسونج شري من عندها شارجور، باش حتى لو وقعت شي حاجه تمشي تدعي سامسونج وما غتوقع شي حاجة. ماشي انت اخويا كتمشي عند البياع الشري تقول لي عافاك عطيني اوريجينال، البياع الشري غيخشي لك المدرح باش عرفتي انت اوريجينال، باش غتعرف اوريجينال هذاك. واش انت كتمشي تقول للبياع عافاك عطيني واحد اوريجينال وكيخرج اللي عطاك وانت كتشدو تدخلو للدار؟ راه ما كاينش اخويا رالونج اوريجينال، ما كايناش رالونج اوريجينال كتباع عند الدروغري الا من رحم ربك. سير اخويا شري من المتاجر الكبرى، سير شري اخويا سير شري الرالونج ب 100 درهم وسير شري الرالونج ب 4000 ريال. راه ماشي تشطرت انك تمشي تشريها ب 300 ريال وتسحب راه عندك رالونج اوريجينال، وفي الاخر اخويا تمشي تحرق دارك ناعس ما بيك ما عليك. والمصيبه الكبيره ديال هذا كنعسو حدانا تتصبح حتى تتموت، لانه هادشي ملي كيشعل العافيه كيطلق الدخان انت كيغمى عليك كتصبح ميت. الله يرحم لكم الوالدين الخوت. هادشي ما تشريش من عند المحلات التجاريه الصغرى، هاد الزمر هذا ما تشريش من المحلات التجاريه الصغرى، سير شري اخويا من المتاجر الكبرى. حيت اخويا الا بغيت ندخل معاك كيفاش تعرف اوريجينال وما اوريجينالش، هنا واحد 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 الموضوع الا فتحناه حيت كل شارجور كيداير هاد الزمر. ها هما ها هو كيتباع في المغرب، فين ها هما السيرتيفيكا؟ ما عنده سيرتيفيكا هاد الزمر، هذا كيتباع في ازيا هذا. الله يجازيكم بخير الخوت الى ما بارطاجيو هاد الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين، لانه راه كفانا من هاد الزمر هذا، راه كفانا من هاد الارواح هذه اللي كتمشي لا من شيء فقط، لانه غتقول لي القدره الشرائيه، غتقول لي اودي راه كاين الناس اللي ما قادرينش يمشيو يشريو هذا ب 4000 ريال، وما كاينش اللي قادر يمشي يشري شارجور ب 100 درهم. اخويا لا ما تشريش، ما تشريش، ما تشريش اخويا، ما قادش تشري ما تشريش، حيت اخويا ملي غتشري ب 10 درهم غيحرق لك دارك ساويه 10 المليون، غادي يقتل لك بنتك، غيقتل لك ولدك. احنا عندنا مثال، وللاسف ان هذا السيد هذا خدا هذا الدرس هذا قاسي جدا، مشات ليه بنته بسبب شارجور. كون عرف دابا هذا السيد هذا كون مشى شرا الشارجور اوريجينال، ما يمشيش يشريه ب 10 درهم ولا ب 30 درهم ولا، يمشي يشريه باوريجينال. والله يجازيكم بالخوت لما بارطاجيو هذا الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين باش الناس توعى. راه حنا راه الزبل اللي تيدخل لهاد البلاد، علاش؟ حيت الناس ما واعيينش. راه نتوما هما القوة، نتوما راه قوة استهلاكية. راه انت الا ما بقيتيش كتشري هادشي، البيع والشراء ما باقيش غيدخلوا للمغرب، لامبورتاتور ما باقيش غيدخل هاد الزبل للمغرب حيت ما غيتمشاش. راه نتوما هما القوة الاستهلاكية، هادشي راه في يديك انت، هاد التغيير راه في يديك انت. قبل ما نهضروا على المؤسسات اللي خاصها تراقب هادشي، راه حياة المغاربة راه ماشي 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 زبل، باش تخليو هادشي يدخل للبلاد، باش ما تكونش مراقبة. فينا هما، انا كنتسال فينا هما المختبرات، فينا هي الديوانه اللي كتسمح بهادشي يدخل للمغرب؟ ولكن راه كنحمل كذلك المسؤوليه للمغاربه اللي كيمشيو يشريو هادشي. ولهذا راه الوعي راه ضروري باش تقدم الشعوب، الوعي ضروري باش الشعوب تتزيد لقدام، والوعي راه مسؤوليتك انت وانا. فلهذا الله يرحم الوالدين، بارطاجيو هادشي باش الناس تعرف الخطوره ديال هاد الزمر هذا، وتكف عن الشراء ديال هادشي، ويمشيو يشريو هادشي من المحلات التجاريه المعروفه، ومن 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 لي مارك اللي هما معروفين. الله يرحم ليكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.